آثار القصف على حي برزة الدمشقي. الله أكبر، الله أكبر عليك يا بشار. دمار هائل في منازل المدنيين في حي برزة. ثلاثة وعشرين دوش تيار، دبابات، قذائف، شو عم يصح لهم عم يضربونا؟ كنا محاصرين 5 شهور، بس بإذن الله فوت على هالبلد ما إلهم. قولا واحدا يعني من هي، فوت على هالبلد ما إلكم. يا شبيحة يا أندال اسمعونا، فوت على حي برز الدمشقي ما إلكم بإذن الله وبعون الله. بإذن الله.